المساجد يا أخي، المساجد اللي هي الحسينيات يسمونها، أولا هو الاسم سموها حسينية وهي اختصار، يعني هذا الاسم اختصار لعبارة مجالس العزاء الحسينية، فبالاستعمال اختصرت صارت الحسينية، فهي أساسا ليست مساجد، هي أماكن للقب والبكاء والنياحة وصنع الأطعمة وشرب الدخان. وهذه مخالفة، يعني ربنا قال عنها المساجد وأن المساجد لله، فلماذا نغير أسماءها؟ التغيير هو الدين نازل من رب العالمين، لكن دين التشيع ما صنعه رب العالمين، ما أنزله رب العالمين، هم صنعوه. يعني أنت تأتي إلى الحسينية أو تجد فيها مجالس العزاء، سواء كانت عزاء حسينية أو عزاء للموتى العاديين. نعم. يعني هي أماكن لإقامة العزاء أو قاسمينها قسمين، قسم يسمونها العباسية ولو هذا الاسم غير مشهور، والقسم الثاني اللي يصلون به يسمونها الحسينية. العباسية هذه فيها أرائك ويعني كرويتات احنا نسميها. نعم. وفيها يعني أماكن للطبخ، فيها قدور يسمونها الطناجر. ما شاء الله. وفيها عدة الشاي وفيها ما فيها يعني. نعم. وفيها يعني التدخين، نفاضات الجقاير، ويعني يعني أنت جالس في مقهى أو في مضيف من المضائف العامة. نعم. فيها أكل وفيها شرب وفيها أنواع مما لا ينبغي أن تفعل في بيوت الله. نعم. فتضيقت المساجد إذن عن عبادة الله تعالى وتوسعت في الملذات من المآكل والمشارب والمشارب بأنواعها ومنها الدخان، وأصبحت أو أمست هذه المساجد لإقامة أعظم البدع وأبعدها عن العقل السليم، بحيث يلطمون وينوحون ويشدخون رؤوسهم في هذه المعابد. نعم. ويعتبرون ذلك قربة إلى الله. وحينما تقارن عدد هذه اللي نطلق عليها مجازا اسم المساجد عددا واهتماما بالمراقد، تجد المقارنة فيما بينهما بعيدة المدى. نعم. فأنت حينما تأتي مثلا إلى مدينة كربلاء أو النجف وتقترب منها من المدينة، تقترب على يعني تصبح على مدى مثلا كيلوين أو 5 كيلوات، أول شيء يلوح من المدينة ما هو اللي يلوح أمامك من المدينة؟ المراقد، القبة. نعم. قبة المرقد. نعم. ما تشوف منارة مسجد. نعم. طيب، هو مهما كان هذا المرقد عظيما ومنسوبا إلى شخصية عظيمة مهما كان، نعم، هل هو أعظم من الله؟ لا والله. يعني هل يجوز، يعني أنا أتوجه بكلامي إلى العقلاء، هل يجوز أن يكون بيت الله أقل ارتفاعا ويغيب هذا البيت عن الناظر حينما تدخل مدينة أول ما تدخلها؟ لو كان الله هو المعظم هنا لكان أول ما ترى حينما تقترب من المدينة إيش ترى؟ ترى بيت الله، وهذه مدننا. نعم. مدننا السنية من تقترب منها أول ما أول شيء يلوح لك، تلوح لك المساجد، ما تلوح لك المراقد. وأما عدد هذه المراقد فعجيب غريب، وهناك كأنه آلة لتفريخ المراقد، يعني احنا شايفينها، يعني تفوت اليوم من هذا المكان ما في مرقد، ترجع ثاني يوم تجد مرقدين ثلاثة تأسست، طابوقات طوب وعلم أخضر وخلص. ومن هذا المرقد يقول لك والله فلان حلم بالحلم وجاء الإمام وقال له ابننا وأنا هنا، وهذه المراقد تفرخ تفريخ كامل. أنا كنت أحسب أن هذه المراقد فقط للأئمة، هم يعني يطبعوا لك أسماء أما وينطونك. هو هذا الاسم بسيط سهل يعني. نعم. لاكو رقابة ولا هناك يعني جهة معينة تشرف على هذه الأسماء تاريخيا. نعم.
يعني أنت شوف مثلا عباس ابن علي، عباس نعم ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هم يقولون ليس له ذرية، نعم أنه أولاده قتلوا أمامه في معركة الطف، نعم وقتل بعدهم ولم يعقب أو لم يعقب، ما عنده ذرية، نعم. كم مرقد، كم مرقد ينتهي النسب به إلى العباس. مثلا أضرب لك مثلا المرقد الذي يسمى بعلي بن الحسين في قضاء المحاويل في الحلة، هذا يرجع النسب به إلى العباس. طيب أنتم تقولون العباس عقيم، يعني قتل أولاده، ليس عقيما، قتل أولاده دون أن يكون لهم أولاد يعني ذرية. هذا بخلاف علي زين العابدين. لا لا، علي زين العابدين نعم. هذا يرجع إلى سيدنا يعني الحسين نعم. وإلى نعم. يعني عقب نعم. أو أعقب. واخذ مرقدا آخر يعني يسمى بالحمزة في ناحية المدحتية بالحلة، نعم هذا يرجع إلى العباس أيضا. طيب أنتم تقولون العباس يعني ما عنده ذرية، لا من طلع هذا؟ يكذبون على الناس ويعني عجائب. وتجد المرقد يعني الاسم الواحد له عدة مراقد، نعم الاسم. أنا ما أريد اليوم أتكلم عن المراقد، ولكن نعم. القصد أنه توسعوا فيما يعني ما يخص المساجد، ضيقوا فيها وحولوها إلى وسيلة لكسب المال، وتوسعوا فيما يأتي إليهم بالمال هو. نعم. ولماذا يعني لا تجد قرية صغيرة بعيدة منقطعة إلا وفيها مرقد، إلا وفيها مرقد. أما المسجد فليس شرطا أن تجد مسجدا، نعم